للتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا من العاصمه اللبنانيه بيروت الدكتور بيار الخوري امين سر الجمعيه الاقتصاديه اللبنانيه. دكتور بيار مساء الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. وفرنسا هي التي كانت سابقا استضافت مؤتمر سادر وتعهدت هي والدول المانحه بتقديم اكثر من 11 مليار دولار الى لبنان، لم يصل حتى الان حتى اللحظه اي شيء من هذه الاموال، هل يمكن الرهان على فرنسا مره اخرى في جمع مساعدات اقتصاديه الى بيروت؟ سيدي الآن المسألة تتجاوز الرهان على فرنسا بصفتها دولة قدر ما يجب الرهان على فرنسا بصفتها قاطرة للمجتمع الدولي. الآن لبنان كان يغرق بأزمة اقتصادية عميقة مع انهيار قطاع البنوك وانهيار المالية العامة وانهيار المعاملات الخارجية الكبرى على تلبية المعاملات الخارجية والتي ادت الى توقف دفع ديون اليورو بوند. ثم بعد ذلك جاءت جائحه كورونا لتزيد من ازمه اخرى، وللاسف اختتمنا سيل الحظ العاطل مع نكبه مرفأ بيروت والتي تمددت لتصبح نكبه مدينه بكاملها. الان الاوروبيون يحسبون حسابا لاشياء تتجاوز ربما الازمه في بيروت. فرنسا تحسب حساب للبحر كثيرا وتخاف من هذا البحر، تخاف ان رجوع لبنان الى الفوضى بسبب القله الاقتصاديه قد يفتح البحر من بيروت امام اللاجئين، كما انها تخشى حسابا اخر وربما هو اهم في الحسابات الجيوستراتيجيه. نعم. وهو ان يكون حزب الله هو القوه الوحيده المنظمة القادرة على العمل في ظل الفوضى، ولذلك ربما يتجه البلد إلى هجرة جماعية تدريجية وإلى تثبيت أقدام المحور المعادي للغرب في بيروت. وكأنك تشير دكتور بيار، كأنك تشير لأن حتى هذه المساعدات الاقتصادية التي تعمل فرنسا على جمعها الآن لبيروت أو للبنان لها مشروطية سياسية أيضا وليست منحة مقدمة مجانا إلى بيروت. طبعا وهم قالوا ذلك أنهم يريدون أن يبحثوا عن الآليات والقنوات التي سوف يتم التوزيع من خلالها، لأنهم لا يريدون أن يستفيد منها الوضع القائم حاليا في بيروت. وتحدثوا عن المنظمات الأهلية إذا لاحظت توزيع هذه المساعدات على المنظمات الأهلية وعلى المستفيدون الحقيقيون، وربما تكون فرنسا بذلك تحاول أن تبني آلية لتتجاوز من خلالها مؤسسات الدولة اللبنانية. حين تحدث هل هذا مقبول في لبنان أن يتم تقديم هذه المساعدات، أن يتم تجاوز المؤسسات اللبنانية ومؤسسات السلطة اللبنانية بغض النظر عن أي دعاوى تتعلق بالمسؤولية الجنائية أو حتى مسؤولية الإهمال في هذه الحادثة؟ المساعدات حسب هناك العديد من أشكال المساعدات، يعني إذا تحدثنا عن تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يمكن أن يتدخلوا إلا من خلال القنوات الرسمية. أما إذا تحدثنا عن مساعدات تذهب إلى مؤسسات أهلية معينة فإن ذلك ممكن ووارد وحصل كثيرا في لبنان وغير لبنان. يعني لو أنت أرسلت مستشفى ميداني إلى لبنان فهذا لا يحتاج إلى أي تعاون مالي مع الحكومة اللبنانية، ولو أرسلت مساعدات عينية فإن ذلك أيضا لا يحتاج إلى تعاون مالي مع الحكومة اللبنانية. طيب. الآن أعتقد أن الهم الأكبر الذي يشغل بال الغرب هو مرفأ بيروت أكثر من المدينة. طيب.